احنا شعار كشافتنا محبة عطاء احترام، كل كشاف لازم يلتزم بهذول الاشياء. اكيد بدون محبة ماكو عطاء، اذا عطاء اذا اكو احترام. كشافة مار جورجيس الى الابد. حالة احتلال داعش على مناطقنا، رجعنا وتفاجأنا أنه كل الآلات مدمرة، فبقينا يعني بدون ملابس وبدون آلات. وبفضل إحدى المنظمات الفرنسية اللي هي إفر دوريان اشترتنا الآلات، بس بقينا بدون ملابس كشفية. احنا جينا بدينا من صفر، جينا شفنا لا شيء، ونحن شوية شوية لمينا القديم واستفدنا منه وطورنا بعد، وهسه دا نعلم شلون ما علمونا اللي قبلنا. الكشافة مؤسسة عالمية تربي وتساعد الشاب على العيش بنظام، بتفتح نحو الآخرين، وبوضع هدف له في حياته. أول ما نروح المخيم نسوي لنا بوابة خاصة، أي مكان نروح إلى نسوي إحنا بمجهودنا من الخشب من الحبل نسوي إحنا. يكون عندنا جدول محضرين قبل شهر، كل يوم كل ساعة كل دقيقة ايش راح نسوي ضمن الجدول نمشي.